انا صحيت وبعدين نعست عايز انام، ما تنامش، ما ينفعش في الجبلة. شيء من طبيعة الشيء، طبيعة الأشياء كده، طبيعة الأشياء بيحصل فيها افتراق وبيحصل فيها اجتماع. الاجتماع والافتراق دوت ماهوش عيب، ماهوش خطأ، ماهوش علة مفترض نعالجها أو شيء مفترض نتنزه عنه، ده شيء موجود في طبيعة الأشياء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول روح القلوب ساعة وساعة فإنها تمل. سيدنا علي عنده رواية للحديث دوت بروايه عن سيدنا النبي بلفظ فإن القلوب تتعب كما تتعب الأبدان. في بعض الروايات التانية بيقول لك فإن القلوب تمل. لا، الرواية دي بتاع سيدنا علي بتوضح المراد تماما، فإن القلوب تتعب كما تتعب الأبدان. تتعب يعني بيحصل لها امتلاء، الامتلاء محتاج إنه يتفرغ. فلما امتلأنا من شيء عايزين نفرغ الشيء دوت، فتحملنا بالشيء دوت، وبعد ما تحملنا بالشيء دوت عايزين ننزل الحمولة دي. احنا نعسنا فعايزين ننام، تعبنا عايزين نرتاح. البدن تعب، البدن هو اللي بيخليك انت تقعد، البدن عايز يرتاح فبيروح يرتاح.